كنا غنديروا واحد الصافيه باش نتكلموا على الكيفيه ديال التحضير ديال المؤتمر. ما كناش نتوقعوا، انا شخصيا ما كنتش نتوقع نهائيا، بحيث انه كانت مفاجاه بالنسبه الي كذلك انه السي العنصر غادي يقول هذا الكلام. وملي دخلنا كاين شي اخوان اللي حضروا معنا اللي قال لك واش يمكننا نتكلموا، تنقول لهم لا، لانه الكلام للصحفيين فقط. فاذا بالامين العام تيخرج بهذه المفاجاه، وانا تنعتقد بانه يعني هادشي دخل في اطار ما حضرناه وما اتفقنا عليه، لا من الناحيه القانونيه ولا من الناحيه ديال الاختيارات ديال الاشخاص ديالنا في الحركه الشعبيه انه يترشح. ربما الترشيح في محله، لانه تنشوفوا الطموحات مشروعه، انه كاين واحد العدد ديال التجاذبات ديال الاخوان اللي غيترشحوا. ربما انا في نظري غير تنضر دابا هكذا، الى ما ترشحش ربما تكون عندنا 4 ولا 5 ترشيحات متنافسه، والهيئه اللي هي تتصوت هيئه متنوعه، وكل اقليم جايين منه 20 ولا 30 واحد وكذا، تيكون صعيب جدا انك غيتخرج بكذا. فهو سي العنصر على الاقل عنده يعني تجربه وعارفين الناس، وهادو الناس اللي غيجيو من الاقليم عارفين على من غيصوتوا، ماشي واحد الانسان اللي هو جديد ما باينش ولا شي حاجه غادي يوحلوا يبقاو تيسولوا عليه ولا يديروا الحمله. ربما انه هذا الشيء غادي يفك نسبيا دابا هذه الحاله اللي تنعيشوها، اللي كنت طلت بلا قياس، وتنشوفوا الحده ديالها، وتنشوفوا كيفاش غينسلكوها في اخر المطاف. اشتغلنا على القوانين، اشتغلنا على كذا، وشغلت اللجان، ولكن عمرنا ما فكرنا في الامانه العامه شكون اللي غادي يكون فيها. الان بان السي سلالو كان ارنب سباق؟ ابدا. السي سلالو مواطن عضو في مجلس الاعداء، ومن حقه انه يترشح، ونتمنى له كامل التوفيق يعني في الترشيح ديالو. اذا ما ماشي ارنب. نعم، من الامانه العامه شكون؟ لما كتوقع الفوز الامانه العامه في الحركه الشعبيه، يعني كتشوفوا ان حظوظ العنصر كبيره. انا ما تنتكهنش، انا لا اضرب بالحصى ولا تنشوف النجوم. انا المؤتمر سيد امره، هو اللي غادي يصوت، ما عرفناش فين غيتجه، فين ما اتجه الله يسخر نصفقوا ليه. احنا اخترنا هذا الاختيار الديمقراطي، الله يعاون، الله يسخر.